بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم الدكتور مفيد أحمد أبو موسى. يهدف هذا الفيديو إلى توضيح كيفية إتمام عملية تسجيل المقررات لطلبة الجامعة العربية المفتوحة، وكذلك يوضح كيفية إتمام عمليتي السحب والإضافة. في البداية نختار أحد المتصفحات براوزرز، إما كروم أو الإنترنت إكسبلورر أو الفايرفوكس. أنا راح أختار الكروم، كليك، يفتح المتصفح. في شريط الـ URL هنا في العنوان نكتب اللي هو عنوان الدخول إلى Learning Management System، Learning Management System اللي هو elearn.aou.edu.jo، ثم ننقر Enter. نذهب إلى الصفحة الرئيسة. أنا لا أريد الدخول إلى موقع إدارة التعلم. لاحظ الصفحة الرئيسة عادة تحتوي على إعلانات الجامعة كاملة، يجب قراءة هذه الإعلانات باستمرار. سندخل إلى التسجيل الإلكتروني، هذه نقطة تركيزنا. عادة تتم هذه العملية في بداية كل فصل دراسي. نأخذ من فرع الأردن. إذا دخلنا إلى هذه الشاشة يطلب منا إدخال اليوزر نيم أو اليوزر آي دي، وهو عادة ودائما سيكون الرقم الجامعي للطالب. سأختار أحد الطلبة، 2070473، ثم أدخل الباسورد. هذا الباسورد تكون لكل طالب موجودة، يعني في البداية إذا كان الطالب جديد لأول مرة يدخل كلمة السر هي نفسها اليوزر آي دي اللي هي رقمه الجامعي، ثم يطلب منه الجهاز أن يعدل هذه الكلمة. لكن الطلاب القدامى يكون معهم كلمات سر مختلفة، في حال فقدان هذه الكلمة أو ضياعها يجب الاتصال بمدير الموقع والإخوان في قسم الآي تي لمساعدته على إدخال كلمة سر جديدة. الآن بعد إدخال كلمة السر ننقر Enter. نأتي إلى الشاشة الرئيسة للتسجيل. لاحظ هذه هي الأيقونات، إما أن نختار Registration تعني تسجيل، أو من هذه الأيقونة التي تعني Registration. هنا يظهر اسم الطالب ورقمه الجامعي، هذا طالب من طلاب التربية. بنقر على Registration، يدخل إلى المواد التي قام بتسجيلها مع بداية هذا الفصل. الطالب مسجل المقرر AD 323 هي Education with Children with Special Needs اللي هو تربية أطفال ذوي احتياجات خاصة. موعد عدد اليوم أو البيريد اللي هي يوم السبت من الساعة 12 للساعة 1 في مقر إربد، المركز إربد. عدد الساعات المعتمدة اللي هي 3. كلاس نمبر يعني قصده فيها رقم الشعبة، شعبة رقم 3. بارت 1 هو ما في جزء 1. الهول معطيك اياه لغرفة 302، اذا تريد تعديل هنا تستطيع التعديل. اذا اردت سحب هذه المادة مجرد تنقر على كلمة دروب يعطيك رسالة، Are you sure from drop this course، يعني هل انت متأكد من انك تريد حذف هذا الكورس؟ نريد نعم، ضغط. أنا حذفته الآن، سأعيد إضافته من جديد. شوف هنا أعطاك رسالة، Course had been deleted successfully، تم حذف المقرر بنجاح. لإضافته مرة أخرى، طبعا في الوضع العادي يكون الطالب يعني غير مسجل أصلا، فيبدأ دائما من أين؟ من هذا المكان. أنا اخترت طالب مسجل، فهذه المادة اللي حذفناها قبل قليل يتخرج الشعب، احنا من نختار له في إربد، هو يريدها في إربد. شوف كيف أضاءت، تختار كلمة آد. هذه كلمة آد لا تظهر للطالب إلا في فترات السحب والإضافة والتسجيل.
فتظهر المعلومات كاملة. نعيد على المعلومات، الكورس كود اللي هو رقم المقرر ED 323، كورس نيم اللي هو تربية أطفال ذوي احتياجات خاصة، رقم الشعبة 3، الفترة يوم السبت من الساعة 12 للوحدة، المركز إربد، عدد الساعات المعتمدة 3 ساعات، القاعة 302، تيوتر مو مكتوب اسم الدكتور، لحد الآن لم يحدد اسم الدكتور. في حال أن الطالب أراد أن يطبع هذا الجدول ينقر على برنت. بعد الانتهاء من عملية التسجيل نضغط على لوج أوت. لا تنسى أن تضغط على لوج أوت حتى يخرجك من الأكاونت. وشكرا للجميع.